الموجز الإخباري من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. ارتفع عدد المعتقلين خلال حملة الاحتلال الأخيرة التي تنفذها في مختلف أنحاء الضفة منذ 17 يوما ليصل إلى 585 أسيرا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين اليوم وأمس حسب ما أفاد نادي الأسير. قررت نقابة الموظفين العموميين الإضراب الشامل غدا الاثنين وسلسلة فعاليات احتجاجا على محاكمة رئيس النقابة بسام زكرنا. وعقد مجلس النقابة جلسة خاصة اليوم لإقرار شكل الفعاليات الاحتجاجية على قرار مثول زكرنا أمام المحكمة في قضية رفعها عليه وزير العمل السابق أحمد مجدلاني بتهمة القدح والذم. مددت محكمة صلح الاحتلال في القدس اعتقال الأسير سامر العيساوي حتى الأول من تموز، مدعية أن هناك مخالفات تتعلق بتصريحات صحفية للأسير العيساوي تصفها بأنها تحريضية وأنها تشكل مخالفة لشروط قرار الإفراج. أصيب عدد من اللاجئين الفلسطينيين أمس السبت في قصف استهدف مخيم خان الشيح في ريف دمشق، فيما واصل الأمن السوري حملات المداهمة والتفتيش في عدد من المخيمات التي تعرضت لقصف بالهاون والمدفعية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.